السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English، أتقن الإنجليزية. ورمضانكم مبارك. هذا رمضان حيكون إن شاء الله مليء بالدروس القصيرة بإذن الله، but it's packed with information، لكنها مليئة بالمعلومات. فيلا خلينا نبدأ بأول درس من English Starter. طبعا حنبدأ أولا بدروس خفيفة لحتى كل واحد مبتدئ أو سلوا فترة مش متعلم اللغة الإنجليزية أو حابب يبدأ معنا في يبدأ ويتابع بكل سهولة إن شاء الله، وسنزيد الصعوبة تدريجيا. فإذا حابب رمضانك يكون مثمر وتقوي لغتك بالإنجليزية، هذا الكورس لألك. يلا خلينا نبدأ، let's get started. طيب أولا رح أعطيك مقطع من فيلم، بديك تحاول تحذر تخمن شو المعنى المقصود من اللي عم يقوله. My dad is currently in between jobs. My dad is currently in between jobs. My dad is currently in between jobs. طبعا الجواب حتلاقوه بهذا الدرس، بس خلينا نبدأ بجملنا اليوم. من أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل باللغة الإنجليزية هي What do you do؟ ماذا تفعل؟ بمعنى ماذا تعمل؟ طبعا هذا هو المعنى المقصود. أو فينا نقول What do you do for a living؟ ماذا تعمل من أجل كسب لقمة العيش؟ فيكن أيضا تسمعوا أو تنسألوا هذا السؤال What do you work in؟ بماذا تعمل؟ بأي مجال تعمل؟ أو How do you spend most of your time؟ How do you spend most of your time؟ كيف تقضي معظم وقتك؟ فطبيعي بدنا نتحدث عن عملنا باللغة الإنجليزية، وهالأسئلة كمان ممكن تنسألوا بالآيلتس، بأي شيء مهم بحياتهم. محل نتعلم الأشياء البسيطة اليوم مثل I am a dentist، أنا طبيب أسنان. I am an engineer، أنا مهندس. رح نتعلم تعبير شوي متقدمة أكثر بيستعملوها native speakers. فخلينا نبدأ. أنا تلميذ جامعة وأعمل بدوام جزئي كنادل. طبعا أنا تلميذ أو تلميذة جامعة. إذا رح نبدأ I am. كثير مهم تكون بتعرف verb to be. حط لك رابط درس verb to be في صندوق الوصف تحت الفيديو، والpresent simple إن شاء الله. إذا I am تلميذ جامعة، يعني college student. فيك تقول أيضا university student، تلميذ جامعة. I am a college student. I am a university student. إذن وأعمل and I work طيب دوام جزئي يعني part time كنادل يعني as a waiter إذا بدنا نقول كنادلة أنا تلميذة جامعة وأعمل بدوام جزئي كنادلة هون بدنا ننتبه منيح ما فينا نقول waiter بدنا نقول waitress إذا هيدي من الكلمات القليلة باللغة الإنجليزية اللي حنلاقي فرق بين المذكر والمؤنث إذا I am a college student and work أو فينا نقول and I work part time as a waiter أو as a waitress للمؤنث إذا هيدي للمؤنث لننتقل الآن إلى الجملة الثانية أعمل في قسم المبيعات لشركة اتصالات كبيرة كيف فينا نقولها؟ إذن فينا نقول I work أنا أعمل في قسم المبيعات in sales إذن فينا نقول فقط in sales فينا نقول in sales department بس تنفهم فمنقول I work in sales لشركة اتصالات كبيرة for a large كبير شركة اتصالات telecommunications اتصالات telecommunications for a large telecommunications company ممكن أيضا نقول بدلا من I work in sales فينا نقول I work as a salesperson
is a salesperson. هو الشخص الذي يعمل بالمبيعات. Then I work as a salesperson for a large telecommunications company. طيب هون خلينا ننتبه كتير منيح. أنا لا أعمل الآن لكنني أبحث عن عمل. فينا نقول عاطل عن العمل. I'm unemployed. I'm unemployed. لكن كتير ناس ما بيحبوا يستعملوا هذا التعبير أنا عاطل عن العمل لأنه طبعا نربطه بشي سلبي. ففينا نستعمل هذا التعبير اللي فرجيتك إياه بأول الفيديو. I'm in between jobs. إذا المعنى الحرفي أنا بين الأعمال. I'm in between jobs. ف right now. وبيكفي. فينا نكفي but I'm looking for a job. لكن بينفهم إنه I'm in between jobs right now. بينفهم إنه أنا لا أعمل الآن لكنني أبحث عن عمل. من هذا التعبير فقط فيك تفهم هذا المعنى. إذا أفضل من أنك تقول I'm unemployed. أنا عاطل عن العمل. إذا unemployed. الأفضل أنك تقول I'm in between jobs. لأنه فيها معنى شوي إيجابي أنك أنت عم تبحث عن عمل. طبعا unemployed عادة كمان بيكون عم يبحث عن العمل. لكن التركيز أكثر على أنك عاطل عن العمل. وآخر جملة اليوم هي أنا ربة منزل. فينا نقول I'm a housewife. Housewife كلمة واحدة. فينا أيضا نقول I'm a stay at home mother أو mom. إذن mother أو mom. يعني أنا أم تبقى في المنزل. تحية لكل الأمهات والآباء مهما كان عملهم. خلينا الآن نرجع نعيد قراءة الجمل. اللي حابب يعمل سكرين شوت رجاء نعمله سكرين شوت. وأنا سأقوم بإرسال صورة نظيفة على قناتي في التليجرام غدا إن شاء الله. I'm a college student and I work part-time as a waiter. للمؤنث as a waitress. I work in sales for a large telecommunications company. I'm in between jobs right now. I'm a housewife. Oh, I'm a stay-at-home mom. إذا هذا كان درسنا اليوم. بتمنى يكون عجبكم. أعطوني أحلى لايك وتابعوني عبر الضغط على هذه الدائرة وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل دروسي برمضان وبشوفكم إن شاء الله غدا بدرس جديد. السلام عليكم.